السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي، إن شاء الله نتعلم اليوم درس جديد بعنوان سولفيج غنائي. هيا نبدأ أصدقائي. في بداية درس اليوم أصدقائي السولفيج الغنائي، هيا نتذكر المدرج الموسيقي. المدرج الموسيقي هو عبارة عن 5 خطوط أفقية تحصر بينها 4 مسافات، يتم ترتيبها من أسفل إلى أعلى، ويتم تدوين النغمات على هذه الخطوط والمسافات، وتختلف أسماء الخطوط والمسافات باختلاف المفتاح الموسيقي المستخدم الذي يوضع دائما على يسار المدرج. والمفاتيح الموسيقية أصدقائي هي التي تحدد الطبقات الصوتية. والآن أصدقائي هيا نتذكر العلامات الإيقاعية المختلفة. الروند قيمتها الزمنية 4 نوار، والبلانش قيمتها الزمنية 2 نوار، والنوار قيمتها الزمنية 1 نوار فقط، والكروش قيمتها الزمنية نصف النوار، والدوبل كروش قيمتها الزمنية ربع النوار. انظر معي جيدا إلى هذا التمرين الغنائي وحاول أن تقوم بأدائه إيقاعيا. أحسنتم أصدقائي، شاهد واستمع معي جيدا هذا التمرين الغنائي الجميل، وبعد ذلك حاول أن تقوم بترديده بالمقطع لا. هيا نبدأ أصدقائي. أحسنتم أصدقائي، أحسنتم. شاهد معي هذا التمرين الغنائي وحاول أن تقوم بذكر أسماء نغمات التمرين المختلفة. هيا نبدأ أصدقائي. أحسنتم أصدقائي، أحسنتم. استمع معي إلى المزورة الأولى من التمرين الغنائي سلفائيا، وبعد ذلك حاول أن تقوم بترددها. وبعد الاستماع إلى المزورة الأولى سنستمع أيضا إلى المزورة الثانية ونقوم بترددها بعد الاستماع إليها، وكذلك باقي الموازير. هيا نبدأ أصدقائي. هيا أصدقائي نستمع إلى غناء التمرين الغنائي مع تصفيق الأشكال الإيقاعية الخاصة به، وبعد ذلك حاول أن تقوم بأداء
غناء التمرين مع تصفيق الأشكال الإيقاعية. هيا نبدأ أصدقائي. شاهد معي هذا التمرين الغنائي الجميل وحاول أن تقوم بغناء هذا التمرين مع مصاحبة الموسيقى. هيا نبدأ أصدقائي. والآن حاول أن تقوم بغناء هذا التمرين الغنائي بمصاحبة الإشارات الدالة على الميزان. هيا نبدأ أصدقائي. إلى هنا أصدقائي ينتهي درس اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.